والثاني يقول صمنا بعدكم يوم في مصر، نعم، وافطرنا بعدكم يوم، نعم، وهل يقول انا صمت هناك وعيت هنا، يعني صمت 29 يوم، هل يقول هنا صاموا 30 وهناك صاموا 30، نعم، يقول هل اكمل اليوم هذا ام ابطل على 29 يوم؟ هذا الرجل يقول انه صام في بلده متاخرا عن بلادنا السعوديه، وافطر ايضا وافطر اهل بلده متاخرين عنه، فأهل بلده صاموا 30 يوم ونحن صمنا 30 يوم، لكن 30 يوم عندنا خياله 29، فهنا لا يلزمه أن يكمل 30، وإن كمل 30 نظرا إلى كمال 30 في البلدين فهو أحسن.